بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب والليال وولالكين فتحي هي درس جني لبات وكساب سن دروستي اينو دهاني بل وحاينو كغا هادلينا باذن الله تعالى وحو ربي و انغا وافاجيو فضل عشر الاول من ذي الحجة واحكام العيد والاضحية وايام تشريق فضل غطبان كهورا اي بش ذي الحجة اي وحي الله المالا اي كدن بايا سيدا احكام تعيدا iy sida udhiyada oo kale iy sida maalmaha loo yaqaan ayyamu tashriqa darsigii hore ayaynu soo qaadanay aynu kaga hadalay 12 qodob aynu kaga hadli doonaa bi idnillaahi ta'aala qodobka koobaad 12 kaas aynu maanta bilaabayna waxa weeye fadlu 10 min dhil hijja 12 ugu horeeya ee bisha dhil hijja fadliga ay leedahay ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ka fadilay maalmaha iyo bilooyinka qaarkood ba qaarka kale wuxuu ka dhigay 12 bari ee bisha dhil hijja 12 ugu horeysa wuxuu ka dhigay afdalul ayami dunya maalmaha adduunka ugu fadliga badan وأفضل أيام السنة سنة كمالمه سمر كمالم الأهان لو تريو طبان كبري أغو فدقا بدن بو كدقا وأفضلها أيام النحر مالمها أنا وليبا وحا أغو فدقا بدن سدح ذا بري إهل بورد كاللو يقاني حولها لقالو سيدا الله سبحانه وتعالى وفضل قوني أسيي اسبوع انتي سكال مال انت جمع ذا سيدا إلهي سبحانه وتعالى وبش رمضان وفضل قوني أسيي بلها انت وضا كلا اي سندك سيدا إلهي سبحانه وتعالى طبانك وقدم بي بش رمضان وفضل قوني أسيي لباتنك بريء كهرية sida uu magaranaysa 12 bari uu ka dhigay inay ka fadli badan yihiin 20 hore ee bisha Ramadaan sida uu waliba oga fadilay 12 laftooda halka habeen ee ku dhex jiray ee loo yaqaan Laylatul Qadriga sidaas ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalmaha iyo sanadka maaragtay bilaha ku jira sidaas ayuu u wada kala fadilay maalmo markii sanad ahaan loo tiriyo waa 366 iyo dhowr bari haddii sanadka loo tiriyo bila ahaana waa 12 bilood sidaas ayuuna markii maarka loo qayb qaybiyo ay u sii kala fadilan yihiin aanu soo noqonay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku dhaartay 12 bari ee magaran haysa loo yaqaan 10 dhil hijj al-awwal 12 bari ee ugu horeysa bisha dhil hijja ayuu Alla ku dhaartay subhanahu wa ta'ala fi surati al-fajr alla wuxuu leeyahay wal fajri wa layalin 'ashrin wa shaf'i wal watri wal layli idha yasri habeenka ayaan ku dhaartay ee waxaan u jeedaa fajriga iyo waabariga iyo subaxa ayaan ku dhaartay waxa kaloon ku dhaartay buuri Alla subhanahu wa ta'ala habeenada 12 habeenada 12 ah wuxuu ibn Abbas iyo ibn Kathir ba waxay leeyihiin hiya 10 al-awwal min dhil hijja wa 12 ugu horeysa ee bisha dhil hijja walayalin 10 intu habeenada 12 ay Alla ku dhaaran hayaay waxa weeye 12 ugu horeysa bisha dhil hijja inoo hadda ku jirno aynu maanta maalintii 9aad marayno een bilmunaasaba inta aan ka bixin
وليالٍ عشرٍ بو الله كدارتي سبحانه وتعالى هبينا توبانا إلهي سبحانه وتعالى وحا أبنان إنو كدارتو خلق جيسا وحا الله وحو دونو إنو عركة كدارتا أبنان ودولك كدارتا أبنان قرح ذا إنو كدارتا أبنان إنو ضيحة كدارتا أبنان خلق جيسا وحو دونو إنو كدارتا أبنان هبينك يا مالنت إنو كدارتا أبنان الله سبحانه وتعالى إساقو إنو إساقو إسكو دارتو أيام ما ركت أبنان إلهي سبحانه وتعالى لكن إنه هدين بشر يا بني آدم هاي وحان الله هين إنه كدارا نو إنه ما بنانا كوما بنانا إنا دهضو واتان آبهي وايا واتان أولادي إيو أبدك يريرك وايا واتان دادي يدون يبا وايا أما آد هذا قرد أي حرضي وضحني يحاق كدارتو يحرق النما دادا كوما بنانا مركا إن سيدا درادت نبي قلنا وحاكا سوغان عليه الصلاة والسلام إنو يري من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قف كدارن هيا ربها كدارت الله سبحانه وتعالى أو ليصمت أما هيسكا أمسو وحكا لكوما بنانا يقو آبها يواتان رير كنغا ويا كوما بنانا وحيابها خرافات كأن سالي الرات تونا لهين إيسكا عادات إيا مقريسة لقن كقبوبي مركو قفك مسلم كي الدين هايستو وإنو لقن كي الدين تمحا الدين محاسة لقنا وإنو قفك كلا قرتو سيدو كلا مركو نبي غانو تربية إني سيي اللهم أوغي عيد كلا إني نان كود آران كرين أيو وليبا ووحيو هادانا إنا براي حديد كلا إنو قو براي إني نان ألانا لفتيسة كود آران كرين إني نرون شيغي مؤغي لا تحلفو بالله إلا وأنتم صادقون اللنا ها كود آراننا مركا ورا وحالقو يري اللهم أوغي عيد كلا كود آران كرتيد مركاسا وليبا ووحيو نبي غو تلمامي حديد كلا اللانا لفتي سا هكود آرانينا رون إنا تشيغيسان مؤوغي مركا حديد كلاواكي نبي قولها عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك قفان الله هين عدي كود آرتاي شركبو كود عاي سيدا دراد واخا تروي قفكو مركو داران هايو إنا دمار كا آدمار وحاوية دارتو وإستام ومرق إيا مرخاتي وحاد ليده إلهي با إيغا مرخاتي daarta soomaalida oo kale iyo ta carabta oo kale carabta qolo ka dhaar badan waligaa ma arkin soomaaliduna waa lamido maanta dambu qofku wuxuu leeyahay markuu laba jeer markuu wax yar oo hadal markuu in yar wadaba wallahi oo billahi wallahi waa sidaas wallahi ninkii heebali waa nin khatar ah wallahi ninkaasi waa wallahi waxaan waa wax fiican wallahi waan arkay wallahi ma aqaano su'aal baa la weydiin markaas wallahi waa sidaas war wallahi dan adaba wada kelmadaada kelmad kasta daba ordaysaa maxay ahayd معناها والله وحوي إلهي با إيغا مرخاتي أو وحان شيغي ياي إنو رون ياي وي هداد ما أنت قولي غاقا مركا كسو بحدي تبنجر إلهي مرخاتي قشتك ورن بين إيا مالا يعني مركا محوها إنا سيم مالا يعني أو كرامالا أنا أو استعماشنا هدا وابا أخلاق حما يسول أدم مع الله لما أقولو ويبا كسي دران تاي تاسي إلهي باد مرخاتي قشنا إيسا كليا وا إنو أحادو سيدا إستامك أوكله مركا ورقدو كسو بحدا حفيس لغو كالسون يهي ولا تفتري ولا ابروف كريت اول بورقته كسوب على سو مخ استام دوشه لا كما دفتو او استيت منتي ما غرانيسا سترونغ ما نقدو والله دو وحا وي قفكه مسلم كا ماركو استعمال ايو استام كيسا نقدو وحو هوب بقول كيبا بقول انا بنان انو كدارتا ماركا او الهي ماغيس او استعمال ايو كلا شابط او كلا وي ما اه وح سهلن ود مخو اها مانتو دن شيكاداد يا كفتنكاغا ادخ مارتي اني مانتو اودن اي دخ سوتو ما اها aan dib ugu soo noqonay xadiid ma garanaysa intaas waa waxa weeye dhaartaas ma garanaysa walaalayn 10 inta ayaan bil munaasaba idin ku dhaxgeliyay en waxa weeye ibn abbas wuxuu nabiga ka warinayaa alayhi salatu wasalam inuu marka nabigu alayhi salatu wasalam maalmahan marka uu tilmaamayay fadliga ay leeyihiin iyo alla agti sida looga maartay sida alla agti loogu jecel yahay إنو يدي النبي عليه الصلاة والسلام مجيرو مالمو قفكو عمل وناكسن إحضوض السمايو أو ألحقي لوغا كالقعي البدن يهي من هذه الأيام مالمهن عشر ذي الحجة التوبانك هوري بيشة ذي الحجة مجيرو مالمو وقفكو عمل سمايو صالحة إحضوض أو ألحقي لوغا كالقعي البدن يهي من هذه الأيام أيامهن إيقا حقوض إن صحابة مركزها وحدين بل كور النبي الله
روح ما قرن هاي ساي انتو ما قرن هلقن أبا حي إساقه أهل قمها يا إلهي سبحانه وتعالى جيت كيسة يا دين تيسة دفاعها يا لتكون كلمة الله هي العليا أنا أي كتها هي إخلاص يا ألم قرن دين تيسة يا توحيد كيسة الدفاع هدوم حتى قف كاس يبال كورن كاس مركاسا النبي حوري عليه الصلاة والسلام حتى قف كاس قف كاس سدا حتى ما قرن هيسا كشهيدي يا لتكون كلمة الله هي العليا أشهيدي حتى ولو كل قعيل بدن يهيبور مركاسا وحو نبي قد بدقي عليه الصلاة والسلام وقد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه الترمذي وأبو داود قف مركي لغربه نين نف يا مال وحو هيبه انتم ماشي جايي اسقو الهي درتي اوتغي او الهي درتي ما غرانيسا كلمه الله يا توحيد كدفاع هي سدا اي نف يا مال بحالكا وانا وخبا كلا سو نقونين كو تغي سدا ما اوغي لكن روح اسك عادي كلا انتم ما غرانيسا ما اهب كاسو كلا وحا لوغا كلا عيل بدن يحي يعني ما غرانتا وحيابها كلا ee tobankan bari la sameeyo ruux sameeyay baa looga kalgacayl badan yahay weeye macno laakiin wuxuu ka soo reebay ruux naf iyo maal una midna waxba ka soo noqonin waxa weeye imaam tirmidi ayaa raqamka magaraynsa 700 iyo 77 ku soo saaray sidoo kale isaguna magaranaysa waxa weeye xadiidku magaranaysa fi sunan abi daud ayaad ka helaysa 2438 ayaad isagana ka helaysa aan waxa kale oo inagu xigi doona bi idnillaahi ta'aala qodobka labaad aynu qodobadeenu kaga hadlayno aynu sheegnay waxa kamid ahaa magaranaysa xukumu siyaamul ayami thamaniyati al-awwal min dhul-hijja xukumka ay leedahay in la soomo 8 bari ee bisha dhul-hijja 8 bari ee maanta 9aad baynu marayna 8 ugu horeysa xukumkeedu muxuu yahay in la soomo يستحب صيام الأيام الثمانية الأول من ذي الحجة وإنها من جملة العمل الصالح الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على فعله في هذه الأيام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي سبق ذكره وحي إن الصوم سديد بري إلا ما أنت مالتي سقالات بين مرينا سيدة بري كهور ريسا إن لا صوم وسنة ومستحب مستحب أما السنة منذوب وحصلني وحوي وإسق ولا معنى نقضان مركا سيدة بري وهو ريسا ذي الحجة ما لنت سجلات كهور ريسا وحوي وسنة وحين سوق ليان من جملة العمل الصالح سو حديث ابن عباس نبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام سمونرهن ما من أيام العمل الصالح فيها سمونرهن عمل مالمو عمل صالح الله قبط دحدود سمونرهن نبي عليه الصلاة والسلام مركا هلكاس بي سي غود اهان ايو اوغو دحجيرا صومكو مركا ومن اعمال الصالحة ايو كجيرا qodobka saddexaad waxa weeye ee qodobada 12 kaynu kaga hadlaynaa aynu dhahnay mawduuca hukmu siyaamu yawm arafa wa maanta maanta 9aad baynu marayna in la soomo maalinta maarta yawmul arafa la taagan yahay hukumkeedu muxuu yahay siyaamu yawm arafa sunnatun fi'liyatun fa'alaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa qawliyatun hatha 'alayha fi kalamihi as-sahih al-marfu' إن لا صوم ما لنت عرفه وسنة فعلية فعلهان النبي محمد السميعي صلى الله عليه وسلم وقولية قولهان وكبرية أمدا وكبرية إنه ما قرن يسأ إن لا صم إمارته إن لا صومه وحورينها يا محوها الصحابي قال لها أبو قتادة رضي الله عنه وحو النبي كورينها يا إنه النبي يقول عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها محوها إنه يريد أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم صحابي يقول حوله النبي عليه الصلاة والسلام أيا وحو يريد ما لنت عرفه أو لصومه وحان الله أكتك الرجين هيا إنو ألا أقود دن بدافة عدو ألا وافجي صون كذا إنو أقود دن بدافة سندك كهر يي مالنتا
iyo sanadka ka dambeeya inuu alla ugu dambi dhaafo. Qodobka afraad aynu kaga hadlayna waxa weeye ee qodobadii 12 ahaa ka midka ah, maa yustaxabu fii haadihi alayaam, maxaa loo sunneeyaa qofka muslimkii inuu sameeyo maalmahan 12 ah, waa cashru dilxije, inuu sameeyo qofka maxaa laga rabaa? Yustaxabu fii haadihi alayaam kullu camalin صالح يحبه الله ويرضاه ومنها إقامة الصلاة والإكثار من النوافل فإنها من أفضل القربات إلى الله تعالى. وروى الثوبان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك إليه بها درجة وحط بها خطيئة. رواه مسلم. وحط بها خطيئة. أن إن قفك مسلمك وحيابها لقرب إنو لي ما دوم المهن قدهود أعماش لقرب وعمل كستاء صالحه خير إلهين جعل يا رالين كيهي هداي تهي صلاة ده او تمارتي اد اتوسيسو صلاة ده او دهاجيسو او تسيداد او تكن جيرتي كواناكسن كسير ديكتو دعا ده ربي او تباديسو سنو ينك او تباديسو تاس او نقون هيسا وحيابها اللوغو دوواده وحيابها او فضيقا بادن وحو ثوبان سحابيقا لده او نبيقا او ماركتي ونبيك ما قرنه سا ونبيك صلى الله عليه وسلم وكورين هيا إنه يروح عن مقلين نبيك عليه الصلاة والسلام ومحو حاله كد دال إن أتبادي سجود ألا محايا لي هداد سجود أد ألا سجود أي درتي ما سجود أي سجود ألا درتي أو ما سجود أي سيد إلا إلهي سبحانه وتعالى درجو كركو يلا وكو يغو درجين هيايو ليفل كا إيا درجات كاغا أيو كركا يلا وحط بها خطيئة وحانا لغا مقرن هيسا لغا هوبين هيا وحي قف إيا دنبئه كاد عاي أيا دنبئ آفنا مقرن هيسا والاقو حوية وانا يعني دنبئ آفنا واد كغيه ليسا درجين نواد كغيه ليسا waxa kale oo kamida waxyaabaha maalmahan qofku inuu ku dadaalo looga baahan yahay iyadana waxa kamida as-siyamu qofku inuu magaranaysa soomo waa 12 bari weeye ee bisha ugu horeeya dhul-hijja lidukhulihi fil a'mal as-saliha allati hatha biha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sababtoo ah xadiidki ibnu abbas nabigu alayhi salatu wasalam markuu ka hadlayay ma uunsan dhihin hal amalahu gooni ah مونا تلمامين حج كمونا قوني وشيغين صدقة مونا قوني وشيغين سكة مونا قوني وشيغين صون مونا قوني وشيغين صلاة قوني ومونا شيغين سي وحوال باللوغة غفا إذا يستأيو سي شامل أو قود وشيغيو وحوية مركز صوم كو من أعمال صالح وكمدي هاي سيدا دراد ديد نبي عليه الصلاة والسلام أعماشا صالح هذا ee u dadka ku booriyay in maalmahan lagu dadaalo ayuu soomku ka mid yahay marka soomka in la soomo maalmahan qofkii awooda iyadana waa aad bay u fiican tahay wa minha waxaa kamida kathratu ad-du'aa wa at-tahliili wa at-takbiiri wa at-tahmiidi wa an ibn umar radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min ayyamin a'zamu 'inda allahi subhanahu wa la ahabba ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayami al-'ashr فأكثروا فيهن التهليل والتكبير والتحميد رواه الطبراني في المعجم الكبير وحاكم إذا قفك إنو دعاء بضية تهليشة إيا ما قرن إيسا إلهي حمد جيس شكر جيس بضية إنو ما قرن إيسا تكبيرتي الله أكبر تبضية إنو تحميد إيا حمد جاء الله بضية ما المهن قار مر والبوال لو جبه هني قفك مسلم كأنه من دأبه النقطه يدقن كيسة عادة ديسة إن النقطه كعادة إكتو لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله نبي قصو مر انسحاب يقول مركو يري شرائع دي ويقول بضطايا شيء أن كل دقون كل بان إيشك محو يري لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ده ربطين هذا اللي بانتو
waxaad wax walba ka helaysoo maaragtay aad ka wada heli carabkaagu yuuna digriga alle ka maaratay yuuna ka engegin buu yidhi. Marka mar walba waa lagugu waxa weeye waad u baahan tahay, maalmahana way u sii fiican tahay weeye macnuhu. Marka sidoo kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa kii xadiidka ku dhahayay, waa kii dhahayay ma garanaysaa, kelimataani khafiifataani cala llisaani faqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila raxmaani subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim. Laba kelmadood oo carabka odhaahdiisa iyo dhihitaankiisa ku fudud, miisaanka allana maalinta qiyaamada ku culus, acmaasha marka la miisaamahayo ilaahay agtiina looga kalgacayl badan yahay, maaragtay aad looga jecel yahay, waa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim. Maxay ku yeeli intaas? Ma carabkaa ku qalloocsami adoo baabuurkaaga wadaa daldali kartaa, adoo jikada ku jira oo cuntadii karin baad maanta oo dhan iska daldali kartaa, adoo shaqadaadii ku jira oo magaraysa muxuu ka xamaalan warshadda ayaad maanta oo dhan daldali kartaa, adoo tagsigaaga wadaad dhihi kartaa, adigoo beertaada falan baad dhihi kartaa. Maxay ku yeeli? Waxba ku yeeli mayso. Waana wax ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka maalinta qiyaamadana ma garanaysaa kuu badinaya. Sidoo kale ibnu cumar waxa weeye radiallahu canhu, muxuu radiallahu canhuma, wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi ma jiro maalmo ka weyn ilaahay agtii subxaanahu wa tacaalaa ama looga kalgacayl badan yahay camal la sameeyo dhexdooda min haadihi alayaami alcashri, maalmahan cashru dilxija camal la sameeyo maalmo ilaahay agtii kaga weyn ama looga kalgacayl badan yahay min haadihi alayaami alcashri, maalmahan ma garanaysaa xaggooda ma jiro, yacni maalmahana loogu jecel yahay wey. sidaa daraaddeed fa akhtiruu fiihinna min attahliili waattakbiiri waattaxmiidi, badiya maaragtay tahliisha inaad ilaahay nicmadiisa iyo ma garanaysaa aad ku xamdidaan ood ku shukridaan uu idin siiyey, iyo takbiirta alleh iyo taxmiida alleh subxaana wa tacaala, alle subxaana wa tacaala aad u mahad naqdaan. waxaa kaloo ka mid a oo qodobka afraad ee maalmahan yacni muxuu way aad bay way badan yihiin ruuxa waxyaabaha looga baahan yahay inuu gaar ahaan maalmahan la yimaado, laakiin si in yaroo kooban baynu ka soo qaadanaynaa. waxaa ka mid a qodobka afraad waxa weeye attawbatu ila allahi waarujuucu ilayhi towbatan saadiqa, qofku inuu ma garanaysaa allah u towbad keeno oo u soo noqdo, waarujuucu ilayhi inuu allah u soo laabto, towbatan saadiqa towbad dhab a towbad keen dhaba inuu qofku la yimaado. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun fii suurati nuur aayadda 31. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala war alla u towbad keena dhammaantiin mu'miniintow, lacallakum tuflixuun, inaad liibaantaan baa xaqiiqa noqonaysa. towbadu towbatu nasuuxa ama towba saadiqa marka la leeyahay waa inay atowba maca shuruutihaa tahay, oy tahay qofku marka ugu horreysa wuxuu ka toobad keenahaye dembi hadduu faraha kula jiray inuu faraha kala baxo, ka fara dhaqdo. laba allaa yacuuda abadan, inuuna mar dambe ku noqono, yacna inuuna mar dambe ku noqo wuxuu dib ka samayn doono ma ogee. waxaa laga hadlahayaa xilligaa qalbigiisa inay ku qoranto inuunan mar dambe ku noqon haynin. ma aha inaad dhahdo astakfirullah intaad hadda faraha kala baxdo aad dhahdo aad berri ku laabatid hadda astakfirullah, ma aha inay qalbigaaga ay ku guntanto inaadan mar dambe ku noqonaynin baa laga wadaa allaa yacuuda abadan. maxaa yeelay berri waxaad mudan doonto dee ilaahay inbaa qeybka og, laakiin xilliga iyadaa waa inay qalbigaaga ku qoran tahay inay kaa go-an tahay inaadan weliga oo dambe ku laabanaynin. qodobka labaad ee muxuu ahaa saddexaad ee shuruudda toobada ka mida waxa weeye qofku ma garanaysaa inuu ka nadaamoodo oo uu ka shalaytoodo wixii uu maaratay horraan sameeyo, farta dhexda ka qaniinuu dhaho alla maxaa igu watay. waxay ku tusinaysaa inay toobadiisu saadiqa tahay, tooba run ah. qofka oo dembiga ka xun uu ku dhacay, ka xumaaday, oo ka gilgisha, ka qiirooday, waxay ku tusinaysaa inuunan mar dambe inuunu ku noqdo rabin, toobadiisuna sax tahay bay ku tusinaysaa. laakiin nabigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam man saraduu xasanatuhu wasaa'at sayi'aatuhu fahuwa mu'min, qofka ay wanaagga uu samayn hayaay farxad geliso, xumaanta ka dhacdaana muru gelisaay, kaasi waa mu'min. marka annadaama inuu qofku ka nadaamado, ka shalaytoodo, maxaa igu watay dhaho. qodobka ugu dambeeya afraad toobada shuruudda looga dhiga waxa weeye raddulmadaalimi, haddaad bani aadmi xuquuqdii kula jirtay oo aad bani aadmi xuquuq ka haysatay inaad u celiso,
توبادادو مركاس شروط أفرتا لغه لبا يسحتهاي إن وحا كميدا قضب كشانات وحيابها اللوغة بهيا مالمهنا كل قفك إنو لي مادو وحاوية الاجتهاد والحرص بالأعمال الصالحة والأقوال وحاوية الاجتهاد والحرص بالأعمال والأقوال الصالحة قف إنو كد دالو إنت تبرتيس قول إيا فعل با دمان وحكستو أو خير كجيرو أو وناكسنو صالح لغو تلمامو إلهي وحلي سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى والذين الله وحلي سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين كو جيت كنغا كود دالا يا هانون كربي راتسن هيا وانو هانونن هينا ولي بجيت كنغا يا البابدا خير كان افرينا انو ماركتي انو كو مغرنيسا انو كو هانونن هينا وان الله لمع المحسنين الله سبحانه وتعالى سما فلياشا ايو معود يهي او لا جيرا قضبك معناه waxaa weeye hadaad adigu hanuun marka adigu hanuun ka rabto allana ku hanuunin haya hadaadan adigu hanuun barrabin balka war alla muxuu kugu fali qodobka lixaad waxa weeye waxyaabaha looga baahan yahay in qofku ka fogaado 10 kan bari iyo maaragtay iyo 10 kan qeyr koodba ama 10 kan bari ha noqoto ama asal ahaan ba qofka muuminka inuu iska fogeeyo oo uu ka faraxasho looga baahan yahay waxa weeye al-bu'du 'anil ma'asi ka fogaansho laga fogaado macaasida ilaahay oo maartay lagu cisyaan falo oo cism maartay qofku inuu macaasida ma garanaysa inuu ka fogaado maxay yeleey macaasidu waa waxyaabaha asbaabaha ugu waaweyn ee sabab ugu noqota qofku ilaahay subxaana wa ta'aala inuu naxariistiisa ka fogeeyo waana waxyaabaha qofku ma garanaysa uunan weligii guul gaadhaynin aakhiradiisa iyo adduunyadiisa midna guulka gaari karin inta uu faraha kula jiro ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa ta'aala fi suurati ar-ra'd wa ayata 12aad إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلى هاي أمدي وحي كسوغان تهي إيا ظروف أي كجرت إيا حالات أي كسوغان يهين وحكا ما بدلو إلا أي إياغو مركا هوري سيدا أي يهين وحكا بدلان مركاد أدوغو كوري سوقاتو أياد مركا مقرن هيسا أود أدوغو هنون كربتو أود أدوغو وحي وحكا خلدان إناد إنتا تبرتا هذا السحظة إسكود دايدو مركا سؤالكو قعنقبان لكن أدوغو أو ظالم oo waliba jacayl waxa aad samaynaysaa dulmiga iyo dambiga iyo ma garanaysaa muxuu ahaa cisyaanka ah ilaahay inuu ku siiyo nasrigiisa ama ku gacan qabto ama saad jacaylayd ee wanaag ahaa ee guush ahaa inaad gaadho ah ha ka sugin waliga allaha waa kaaf iyo kala dheeri intaas ayaan ku soo koobayaa darsigeena labaad wixii aan waafaqay waa ilaahay subxaana wa tacaala waafajinti wixii aan gafayna waa anigii fahmi gaabnadayda wallahu aclam wahuwa waliyi towfiiq waasalu llaha alcadiim rabbi alcarshi alcadiim an yajcala camalana khaalisa lilahi نافعا لعباده إنه قريب مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.